انا اشتغلت مع منى زكي، صورنا فيلم اسمه الصندوق الاسود، وهو خلص في ايام راس السنه تقريبا، وهينزل في الصيف ان شاء الله. وربنا اكرمني بعديها على طول، العمل اللي بعديها على طول بقى برضو مع منى زكي. والسنه اللي فاتت كنت بعمل قبيل انا وتايسون، والسنه دي ان شاء الله احنا مع بعض برضو في المسلسل. فيعني كرم كبير قوي من عند ربنا، من اجمل الناس اللي اشتغلت معاهم في حياتي استاذ تامر محسن. فدي حاجه انا بتطمني، وفي نفس الوقت بتديني بوش لقدام قوي جدا جدا، علشان ايه اللي هقدمه مختلف في خامس تجربه ليا مع الاستاذ تامر محسن. لانه هو عمل الاربع حاجات اللي عملهم قبل كده بدون ذكر اسماء، وقطه وفار وتحت السيطره وهذا المساء، انا كنت معاه فيهم وعملت اربع شخصيات ما لهمش علاقه ببعض ومختلفين. طب الخمسه دي هتبقى عامله ازاي؟ فده برضو تشالنج مهم جدا جدا بالنسبه لي، خصوصا انه الناس بدات تقرن اسامينا مع بعض في الاعمال بتاعتنا. فدي حاجه انا يعني ليا الشرف وفخور ان هم بيقولوا كده يعني. وبتمنى للمسلسل، هو المسلسل جديد جدا شكلا وموضوعا بالنسبه لي وبالنسبه لتايسون وبالنسبه لمنى زكي وبالنسبه لسيد رجب كمان وبالنسبه للموضوع بتاع الاستاذ تامر. فاتمنى من ربنا انه يوفقنا في التجربه الخمسه ديت مع بعض وتطلع على خير ان شاء الله باذن الله. اتمنى انه يبقى في 500 ممر يعني ان شاء الله باذن الله، يا ربنا يكرم يا رب، ونطلع تجارب مهمه وحقيقيه زي الممر. بس طبعا ده ما بيطلعش بالساهل، لازم مجهود كبير قوي 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 قوي. فاتمنى من ربنا ان هو يوفقنا في المجهود دوت وتطلع برضو تجارب ناجحه زي الممر ان شاء الله. وفي بيحصل كده دلوقتي يعني. انا عن نفسي ما اعرفش اي معلومه خالص تخص الفيلم او الجزء الثاني من الفيلم، بس اللي اعرفه انه في كلام على كده. امتى بقى الخطوات دي هتتعمل ازاي؟ الكلام ده كله لسه شويه، فانا ما اعرفش اي تفاصيل بجد دلوقتي صريحه يعني. لكن اللي متاكد منه انه في تجارب هتحصل ان شاء الله.